السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برضو مكملين مع بعض سلسلة بحر بورسعيد وشواطئ بورسعيد. النهاردة جايبه لكم كافيه كافيتيريا حلوة جدا جدا، بتعمل فيها اعياد ميلاد، بتعمل فيها قرايب فاتحة، خطوبة، افراح، كل ده بتعمل فيها. وكمان فيه ليها شماسي على شط بورسعيد وعلى بحر بورسعيد. هنعرف كل حاجة. احنا عند كافيتيريا باندا، كافيتيريا باندا في محافظة بورسعيد على كورنيش محافظة بورسعيد شارع القناة الرابعة، معروف جدا جدا عند أول فيلا. الناس اللي دايما بتقعد تسألني لو أنا جاي من القطر أوصل البحر إزاي أو أوصل الكورنيش إزاي، أنت لو في أي مكان وصلت في بورسعيد سواء معك عربيتك أو سواء عن طريق القطر أو سواء عن طريق الباص الكبير عند مجمع المواقف الجديد اللي موجود عندنا، اركب أي تاكسي من أي مكان اللي أنا قلت عليهم دول، قول له وديني المكان اللي انت عايزه، احفظ العنوان من اللي انا بقوله في الفيديو، او حتى انت ممكن تسأله انا عايز اروح المكان الفلاني اروح فين. طبعا كل سواقين بورسعيد عارفين الاماكن كلها، هيوديك اي مكان انت عايز تروحه. بورسعيد ما تتوهش ابدا. النهاردة بقى زي ما انتوا شايفين كده جايبالكو بحر بورسعيد اخر الاسبوع، حاجة بقى مفيش زيها ابدا. يا سلام بقى، كرسي وشمسية وكوباية شاي، هتقعدوا قاعدة ما عدتوهاش قبل كده، هتشموا شوية هوا ملهمش حل، نسيم، ريحة حلوة جدا بتاعت البحر. بحر بورسعيد ريحته حلوة جدا بجد. انا يا جماعة هسيب لكم رقم الكافيتيريا في اخر الفيديو علشان اللي عايز يتواصل معاه، اللي عايز يعمل اي حفلة، عيد ميلاد، نجاح، خطوبة، أري فتحة، أي مناسبة عنده عايزين تعملوها في كافيتيريا باندا. الكافيتيريا فعلا حلوة جدا وأسعارها كمان حلوة. هسيب لكم رقم التليفون في آخر الفيديو عشان تكلموه وتتفقوا معاه على كل حاجة. أنا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو أنت أول مرة تشوفوا القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشاروا كل أصحابكم. انا اجيب لكم المكان عامل ازاي. طبعا سمعت صوت البحر ده. بحر بورسعيد يا جماعه، الناس اللي كانت بتسال الدخول بكام، جميع شواطئ بحر بورسعيد الدخول مجانا. اي شواطئ بحر بورسعيد تدخلي مجانا، لكن الارتفاع حقه شماسي وكراسي بس، لكن تدخلي تقعدي عادي، مفيش دخول، مفيش رسوم للدخول للشاطئ خالص. كل شاطئ بورسعيد كده يا جماعه، مفيش اي رسوم للدخول، مجانا بتدخلي مجانا. دي كلها كراسي وشماسي بتاعت الكافيه اللي احنا هنعرفه النهارده. شايفين كده؟ ده اول بحر النهارده. طبعا بقى التعطين بتاع الملابس زي ما انتوا متعودين عليهم، بيبقوا موجودين طبعا طول السنه على الشاطئ. عجبني الشاطئ هنا، واسع وفاضي، حلو قوي، رايق بصراحه. وهادي في البحر يا جماعه. احنا دلوقتي بعد الساعه 6، احنا بعد الساعه 6 بعد العصر. شايفين ما شاء الله الجو عندنا عامل ازاي. اللي عايز يعرف اي حاجه يا جماعه عن بورسعيد برضو يكتب لي ويقول لي في التعليقات عايزين تعرفوا ايه وعايزين تسالوا عن ايه، وانا بعمل لها كتفه، هجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. شايفين الفرق ازاي؟ شايفينه؟
ما جبتش طبعا على طول شاطئ البحر. بصوا بقى الكافيتيريا دي بتقدم مشروبات ساخنة وباردة، كل المشروبات اللي انتوا عايزينها هتلاقوها، وهسيب لكم كمان المنيو بتاعه في اخر الفيديو برضو عشان تبقوا عارفينه الحاجات اللي بيقدمها وعارفين الاسعار. كمان هقول لكم بقى الشمسية بخمس كراسي، يعني لو عيلة فيها خمس افراد هياخدوا شمسية وخمس كراسي بمية جنيه. الاسعار دي خارج يوم الجمعة، يوم الجمعة سعر تاني خالص. الله، بصوا قاعدة هنا، كرسيين دول اتنين يقعدوا بترمس الشاي بتاعهم او كوبايتين الشاي، سندوتشين كده، يا سلام الدنيا هما فيها بجد في الوقت ده كمان بالذات، بجد وقت جميل، وقت جميل جدا. بعد العصر ده بتبقى الشمس اتكسرت شوية والدنيا ده طبعا سامعين الهوا وشايفين برضه الهوا ازاي في الشمال. احنا في كافيه باندا يا جماعة، اصور هنا اقول بابا مش عايزه اروح بجد من الهدوء ومن ريحه البحر الجميله. هنجيبه لكم برضو، ده كافيه باندا تمام، في قاعدة فوق زي ما احنا متعودين كل كافتريات بورسعيد ليها قاعدة فوق، هجيب لكم القاعدة من فوق عاملة ازاي. وادي الجنينة، وريت لكم الشاطئ من هناك، وريت لكم الشماسة والكراسي المساحة بتاعته، وهو ده عند الكافيه نفسه. طبعا في حمامات عشان تغيره، طبعا في حمامات عشان تغيره، وتجيب الاكل اللي انتوا عايزينه معاكم، مفيش اي مشكله في كده. باندا على كورنيش بورسعيد عند اول فيلا شارع قناه الرابعه تمام. شوفونا يا جماعة كورنيش بورسعيد عامل ازاي، اتوبيسات الرحلات اللي دايما بتيجي. باندا باندا يا جماعة له اكتر من قاعده زي ما احنا متفقين، كل كافتريات بورسعيد ليها قاعده من فوق، يعني ممكن تقعدوا فوق تتفرجوا على منظر البحر، بيبقى منظر خطير جدا. ادي باندا، باندا. بصوا يا جماعه هنا برضو بتعمل حفلات، يعني عايزين حفله عيد ميلاد، اعياد ميلاد، خطوبة، قراية فتحة، كل ده متاح انه يتعمل هنا. هسيب لكم برضو رقم التليفون عشان اللي عايزة تواصل معاه في اي حفلة او اي حاجة هو عايزها تمام. ده احنا كده جوه الصالة ماشي. الله على المكان وعلى القعدة، الله الله على المكان وعلى القعدة، شايفين القعدة ده حلوة قوي قوي. مش متخيله تبقى بالحلاوه دي بجد. الله، احنا فوق يا جماعه، احنا كده بنصور فوق، شايفين الجمال ده حلوه جدا. هذا الكافيه من فوق عامل ازاي، دي كل الاعداد كافيتيريا باندا. هصور لكم المنيو وسيبه لكم برضو عشان تعرفوا الاسعار المشروبات كلها، وطبعا انتوا قاعدين هنا وشايفين البحر كده،
وده الشماسه بتاعته كلها صفرة اللي مكتوب عليها باندا. شايفين الروقان ده؟ شايفين الهدوء ده؟ بجد عايزين تيجوا يوم بقى هدوء كده في بحر بورسعيد. تعالوا كده في ايام في نص الاسبوع، احنا النهارده يوم الاربعاء الصراحه، بنصور كده. شايفين الجمال ده بجد؟ والاسعار اللي انا هقول لكم عليها دي خارج الخميس والجمعه، شمسيه في الخمس كراسي ب 100 جنيه ما عدا الخميس والجمعه بتبقى اسعار تانيه عند باندا. بحر بورسعيد، كافيتيريات بحر بورسعيد. شايفين القعده؟ بس بجد القعده هنا حلوه قوي، عجبتني. بصوا احلى حاجه بتبقى شايفه، بصوا الشاطئ كله، الشاطئ كله 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 شايفاه. هي دي الحلاوه بقى. طبعا موجود حمامات تغيروا ممكن تدخلوا باكلكم عادي. الكافيه هنا مشروبات مش اكل، لكن انتوا عايزين تجيبوا اكل من معاكم هاتوا اكلكم وانتوا جايين عادي جدا. احنا عند كافيتيريا باندا على شاطئ بحر بورسعيد. وراك الكافيتيريا من الجنب التاني عامله ازاي؟ هنا من المدخل ده، المدخل بتاع الكافيه اهو. هنا من مدخل الكافيه كراسي والشارع اهو، وادي الكورنيش، وادي ده شارع القناه الرابعة اللي انا بشاور عليها، ده على طول اللي قدامي، ده على طول شارع القناه الرابعة. تمام، ده عند اول فيلا، ادي اول فيلا، وادي الكافيه، كافيه باندا على طول معروف جدا ومشهور. قعدته بصراحه جميله، قعدته عجبتني جدا فوق، وبرده هاديه زي ما هو هادي تحت هادي فوق، حلو قوي. وده كان المكان بتاعنا النهارده. اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم. السلام عليكم.